صحينا عليه جميعا فجر اليوم، او اللي كان سهران امبارح طبعا للاسف نام على هذا الخبر الحزين، الخبر الذي يتحدث عن استشهاد ضابطي شرطه واصابه ضابطي شرطه وامين شرطه، ده الاستشهاد ضابطي شرطه وامين شرطه واصابه 5 اخرين في كمين على الدائري بمدينه نصر. الخبر كما خرج من وزاره الداخليه انه مسؤول مركز الاعلام الامني بالداخليه اكد انه حوالي الساعه 11:45 من مساء امس قامت عناصر مسلحه بيستقلوا سيارتين بالاقتراب من القول الامني المتحرك اثناء مروره في ميدان محمد زكي، وده في طريق الواحه بتقاطع مع طريق الدائري دايره قسم شرطه اول مدينه نصر، وقامت طبعا دي عربيه الشرطه اللي تم اطلاق استهدافها واطلاق النيران على القوات التي بادلتهم اطلاق الاعيره الناريه. ده طبعا هذا المشهد اسفر عن استشهاد كل من النقيب محمد عادل وهبه السيد من قوه اداره تامين الطرق بمديريه امن القاهره، والنقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، وإصابة 5 من رجال الشرطة والجثامين والمصابين تم نقلهم إلى المستشفى، وقوات الأمن حاليا تتابع السيارتين للعمل على ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. نحن نشوف مع بعض الصور، الحقيقة المصريين كلهم تداولوها. خلينا نبدأ بصور النقيب محمد عادل وهبة السيد، لأنه مع الصور الحقيقة في كمان بوست كان كاتبه على صفحته على فيسبوك قبل استشهاده بساعات قليلة. هذا هو النقيب الشهيد بإذن الله محمد عادل وهبة السيد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة. الحقيقة أنه النقيب محمد عادل قبل استشهاده بساعات قليلة كتب بوست على فيسبوك مؤثر جدا، وربما هو الأكثر تداول وانتشارا الآن على صفحات التواصل الاجتماعي، الكل بيعمل له شير وبيقول بص الشهيد ده سبحان الله كان حاسس انه، والله أعلم طبعا، بس كان حاسس انه هيستشهد. كاتب بيقول بص للي اتدفن قدامك وقول فاكر، وقول لي فاكر زعل ما بينكم، والله ما في حاجة مستاهلة نزعل من بعض أو نشيل ونهري وننكت في نفسنا، اعفوا واصفحوا، دي الدنيا لحظة وحنقابل رب كريم، ويا بخت من قبله بقلب سليم. محمد وهبة الشهيد بإذن الله، محمد وهبة النقيب محمد وهبة كتب العبارات دي من ساعات قليلة، من كام ساعة بس كتبها وهو حي يرزق، كتبها وهو ربما بعدها كان بياخد تكليفه واقف في الكمين، واقف أسد، واقف بطل، واقف راجل بحقه حقيقي، واقف بيأمن، واقف بيشتغل شغله. الصور بتقول يعني ربما انه كان يقدر، او اسرته الكريمه كانت تقدر تنقله، ربما كانت تقدر تطلب ان هو يتنقل، ما يبقاش في كمين في الشارع مستهدف، ما يبقاش كذا، ما يبقاش كذا، يبقى يشتغل في مكتب، يتحول اداري ايا كان خوفا عليه. لكن ظهرت الشباب دول عمرهم ما يعملوا كده ابدا، ده ينزل ويقف وياخد تكليف ويقف بشرف ويقف أسد لغاية الرصاصة ما تجيل ولغاية نقطة الدم ما تنزل وتتصفى، تتصفى على أرض الوطن. ده كان من كام ساعة بس حي يرزق كاتب العبارة دي، اعفوا واصفحوا، دي الدنيا لحظة وحنقابل رب كريم، ويا بخت من قبله بقلب سليم. كتبها وبعدها بكام ساعة بإذن الله هو دلوقتي عريس في جنة الخلد، بإذن الله هو دلوقتي بيقابل رب العالمين الرحمن الرحيم الكريم، اللي إن شاء الله يا رب يكون بخلي الملائكة، مسخر الملائكة إنها تستقبله في جنة الخلد. ده الشهيد محمد وهبة. الشهيد بإذن الله النقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت. بصوا صور الـ 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 الشهيد، بصوا الضحكة والأمل والحب والطيبة والسماحة، ده مش كلام بنقوله على فكرة، يعني علشان في المناسبات دي نطلع نقوله. اقروا أصحابه كاتبين فيه إيه، اقروا أصحابه وزمايله اللي خدموا معاه، اقروا المواطنين. ده الشهيد، ودي بنته الرضيعة، يمكن دلوقتي كبرت حاجة صغيرة هنشوف صورها. يعني في ايه كلام ممكن يتقال؟ يعني
يعني ذنبهم ايه؟ نشوف يا شباب الصوره اللي فيها بنته وابنه لو سمحتوا، يعني دول ذنبهم ايه؟ دول يتيتموا من اب شاب في مقتبل العمر، محب للحياه، محب لشغله، محب لبلده، بيخدم بشرف، واقف في كمين، واقف في تكليفه، واقف بمنتهى الفخر والاعتزاز، حتى لو تعبان. ما هما بيبقوا تعبانين، ما هو نتكلم بصراحه، بيبقوا تعبانين وطلعان عينيهم وشغل عدد ساعات غير طبيعي وعز الحر وعز البرد وكل حاجه، بس بيبقوا فرحانين من جواهم بده. عارفين ليه؟ عارفين ان هما بيكونوا فرحانين من جوا؟ عشان الشهيد ده في حد ذاته هو نفسه لما واحد زميل ليه استشهد هو قال له يا بختك يا شهيد، وهنجيب لك حقك باذن الله، يا هنجيب لك حقك، يا هنحصلك باذن الله شهداء زيك. عشان كده بيبقوا فرحانين، لا اندال ولا بيخافوا ولا بيطلعوا يجروا. ده ظهره الشباب. النقيب الشهيد باذن الله ايمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوه مباحث اسم شرطه عين شمس. برضو من كام ساعه بس كان ضابط شرطه اسد بطل واقف في الكمين بيحمي وبيأدي مهمته، وكم ساعة وهو دلوقتي بإذن الله يا رب بإذن الله في جنة الخلد. أمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة. آدي أمين الشرطة، آدي الأمنة اللي بنزعل منهم كتير بصراحة، ونقعد نقول بس البلد لو من غير أمنة والبلد من غير كذا وأمناء الشرطة. آدي أمين شرطة واقف أسد وبطل. آدي أمين الشرطة نازل من بيته رايح يأدي تكليفه، يطلعوا أهله عليه يصلوا عليه، يصلوا عليه صلاة الجنازة. أمين الشرطة الشهيد بإذن الله شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة. يا رب هم وكل الشهداء التانيين، كل شهدائنا يا رب، القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وشهدائنا اللي كانوا بيصلوا في الكنيسة وشهدائنا اللي بيبقوا ماشيين في الشارع يتفجروا بقنابل، يا رب اللهم إن لا نزكيهم عليك ولكن نحسب أنهم آمنوا بك وبكتابك الكريم، ارحمهم برحمتك يا رب العالمين. أمين الشرطة البطل، ضابط الشرطة البطل، وضابط الشرطة المحب للحياة الجميل. ظهرة الشباب ربنا يرحمهم ويحسن إليهم يا رب، ويصبر ويربط على قلوب أمهاتهم وأبائهم وأحبابهم وولادهم. بنت الشهيد وابن الشهيد إن شاء الله بإذن الله، ولاد النقيب الشهيد بإذن الله أيمن حاتم عبد الحميد رفعت إن شاء الله بإذن الله لما يكبروا إن شاء الله لو لينا عمر وقابلناهم في يوم من الأيام هنحكي لهم ونقول لهم أبوكم مات بطل على إيد أندال، يمشوا يضربوا بالنار ظباطنا وإخواتنا وولادنا وأهالينا في الكماين، ما لحقتش تفرح بأبوها. الله يرحمهم يا رب ويحسن إليهم ويغفر لهم ذنوبهم وسيئاتهم ودعوات المصريين. والحقيقه حاله الحب والتوحد اللي عند المصريين، الناس اللي بالليل كان سهران وقرا الخبر، او الناس اللي من الفجر النهارده قرت الخبر، الناس كلها الحقيقه يعني عماله تدعي لهم بالرحمه والمغفره، والناس طبعا ترد عليك تقول لك احنا اللي ندعي للشهيد، ده هو اللي نقول ادعي لنا يا شهيد، ادعي لنا في جنه الخلد باذن الله، في جنه الخلد يا رب ان شاء الله. مهم قوي ان احنا زي ما بنشوف الاخبار دي كمان نشوف اخبار قواتنا الامنيه الجيش والشرطه، اي عمليه الحقيقه بي بي بيظبطوا فيها الاندال الخونه دول، مهم قوي ان احنا نقول الاخبار دي لبعض عشان نشجع بعض ونحمس بعض، عشان ما يعني ما يجناش حاله احباط، نفضل طول الوقت